بسبب هاي الاخطاء من قبل الاهالي. اخوان لاحظوا هذا الطفل ايش قد عمره، ما وعلي هذا الطفل يشوف هاي التريلة، يشوف لي هاي التريلة على شارع رئيسي مهم. هذا لا سامح الله، هذا وين يقدر يسيطر على هاي المركبة، هاي المركبة الكبيرة؟ يعني يقودها طفل عمره 10 سنوات او 9 سنوات. انتوا احكموا على هاي الحالة، وهذا 5 يوم من شهر رمضان المبارك، ندعو من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ عوائلنا ويحفظ المواطنين من الحوادث المرورية التي تحصل. ضاعوا اخوان، هذا طفل.